الرقمية التي خدمت العالم منذ عقود تنقلب على البشرية وتخاطب مؤسسات العالم بلغة الابتزاز. الهجمة المخيفة التي قلبت صورة الأرقام في أذهان البشر الجمعة الماضي مرتدية أثواب القرصنة الباكية لا تزال ارتدادتها في قلوب الملايين. خبراء في أمن الإنترنت أكدوا أن الفيروس الإلكتروني واناكراي أصاب نحو 200 ألف جهاز كمبيوتر، متوقعين نسخة جديدة من الفيروس مع مطلع الأسبوع قد تهبط بأرقام أعمال كبريات المؤسسات الاقتصادية عبر العالم في الوقت الذي يغيب فيه رقم محدد عن أضرار هجوم الجمعة. ما نشاهده الآن يوضح أن أكثر من 150 دولة تأثرت وهناك أكثر من 200 ألف ضحية فردية. شركة مايكروسوفت للبرمجيات أصدرت رقعا برمجية الشهر الماضي ويوم الهجوم لإصلاح الثغرة التي سمحت الفيروس بالانتشار عبر الشبكات. الشركة دعت حكومات العالم للتعامل مع الهجوم باعتباره ناقص خطر، مضيفة أن ثغرات البرمجيات التي تخبئها الحكومات قد تسببت في أضرار واسعة. الشركة انتقدت أيضا الطريقة التي تخزن بها الحكومات معلومات عن الثغرات الأمنية في أنظمة الحواسيب. مايكروسوفت قالت في بيان لها إن الثغرات المخزنة من جانب وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تعرض على ويكيليكس، وقد سرقت هذه الثغرة من وكالة الأمن القومي الأمريكية وأضرت بالعملاء حول العالم، مضيفة أنه قد يحدث سيناريو مشابه مع الأسلحة التقليدية ليجد الجيش الأمريكي بعض صواريخ توماهوك قد سرقت منه. الفيروس الذي جعل العالم لأول مرة يخاف الرقمية أكثر مما يطمئن إليها يستغل خللا في نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز اكس بي وفق ما كشفته أجهزة الاستخبارات الأمريكية. المرعب في الأمر أن مايكروسوفت نفسها لم تعرف عن هذه الثغرة أولا، بل اكتشفتها وكالة الأمن القومي وأبقتها سرا لتحولها إلى سلاح وقت الحاجة. لكن يبدو أن القوى العظمى لا تزال ترى أن أسلحتها الرقمية أقل أهمية من أسلحتها الحقيقية.